السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأحبابي، نلتقي اليوم في حديث عن الدعوة إلى الله عز وجل. وكما ذكرت لأخي المهندس ممدوح، لأن هذه ليس محاضرة ولكنها عبارة عن حديث، وأحاول قدر المستطاع أن نختصر، ونفضل أن يكون فيه حوار أفضل من فقط العرض وكثرة طريقة المحاضرة. ولذلك سنبدأ باللغة العربية إن شاء الله، وبعد ذلك إن شاء الله سنفس النقاط اللي ذكرناها باللغة العربية سنحاول نذكرها باللغة الإنجليزية لمن لا يفيد اللغة العربية. طبعا إخواني تعرفون، خاصة أنكم في هذه البلاد، يعني في بلاد، وكثير من جيرانكم وزملائكم ومن تتعاملون معهم أغلبهم من غير المسلمين، هنا في الواقع يتأكد على المسلم القيام بهذا الواجب. الدعوة يا أخوان ليس خيار ولكنه واجب، وواجب على قدر الاستطاعة. والأدلة الواردة في الكتاب والسنة كلها تؤكد بأن كل مسلم يجب أن يحمل هم الدعوة، لأن كل واحد تبع محمدا صلى الله عليه وسلم فهو مسؤول أن يبلغ رسالته عليه الصلاة والسلام. وهذه إخواني من فضل الله عز وجل وإكرامه لهذه الأمة، فإن الأمم السابقة كما تعلمون يبعث الله الرسول إليهم، ويكون فيهم الأحبار وبعض العلماء، وقد يخلف أنبياء بعد الأنبياء لكي يذكروهم. فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين ولا نبي بعده، فكيف تقام الحج على الخلق؟ والله سبحانه وتعالى يذكر ويقول في كتابه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لأنه بعد ختم النبي، بعد ختم الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، لم يبقى إلا من يحمل دعوته فيما بعد. والقرآن واضح في هذه المسألة. اليوم الشيخ جزاه الله خير في الخطبة ذكرنا في هذا الأمر، واجب الدعوة. فالله عز وجل عندما يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لاحظ هذه الآية العظيمة فيها أول شيء بيان وجوب الدعوة، وفيها الدعوة لماذا ندعو، وفيها أيضا الطريقة، فهي شيء خط واضح لكل ما يتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا تأكيد أيضا بأن الهم هذا ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الأمة يجب أن تحمل هذا الهم من بعده. هذه سبيلي، وهذا فيه توضيح للمنهج، توضيح للمنهج. ما هو سبيل محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو الإسلام، هو ما جاء به الوحي، هو ما جاء به القرآن والسنة المطهرة. والسنة أصلا هي من الوحي، فبمعنى ذلك أن السبيل الواضح الذي ندعو إليه هو ما جاء في الوحيين، هذا هو الواضح. فلا يدعو الإنسان إلى أي فكر أو مذهب أو لا يكون عليه دليل من الكتاب والسنة. أدعو إلى الله، إذن المدعو إليه هو الله عز وجل. وماذا نقصد عندما نقول أدعو إلى الله؟
أدعو الناس إلى عبادة الله، أدعو الخلق إلى معرفة الله، أدعوهم إلى توحيد الله. ولذلك كل الأنبياء عندما جاءوا كان أول ما يدعون أقوامهم لماذا؟ يدعونهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، والبصيرة هي العلم. بل أن اللي هو العلم العميق الواضح من التبصر بالأمور، ويدخل في تحت معنى البصيرة معاني كثيرة جدا. والشاهد قوله عليه قوله سبحانه وتعالى أنا ومن اتبعني، هنا الشاهد بأن الدعوة واجبة على كل واحد منا، على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدعوة كما أنها أكد بأن هذه رسالة النبي، أنا الرسول أرسل لهذا المهمة، ولكن أضاف وعطف إيش؟ من اتبعني. فمن اتبعني هو يقوم بدور ما يقوم به الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته. ولذلك يا أخوان تعرفون الأمر يعني ليس كما يعني يتساهل به بعض المسلمين. كثير من الناس للأسف يعني، وهذا من الجهل، يتساهل في أمر الدعوة ويعتقد أنه يا شيخ الحمد لله ما دام أنا أصلي وأصوم وأدي هذا أنا مالي ومال المشاكل وأدخل مع الناس وأتجادل معهم. يا أخي ما حد قال لك أتجادل معهم. يعني الشيء العجيب الغريب أن أصحاب كل مذهب وبضاعة يجتهدون لتسويق ما يملكون كل مجال بأفكارهم بمنتجاتهم. والإقدام على الأمر دائما يا أخوان يكون من ماذا؟ من القناعة والدافع. الإنسان لما يكون عنده دافعية يعلم بأن هذا شيء واجب وملزم به فلن يتهاون فيه. أنا كنت حدثت أخي ممدوح ولا أمل من تكرار هذه القصة. تبغاني بالأخير ولا؟ طيب إذا أوقف بعد ما خلص. سأذكر هذه القصة then I translate what I just said. So our brothers who doesn't who don't speak Arabic they can understand what we are saying. القصة كنت قبل سنتين أو ثلاث تقريبا في سان دييغو، وكان وقت ظهيرة وكان في وقت صيف وحرارة الشمس، وقفت في محطة لتعبئة الوقود في السيارة. كانت هناك عجوز يعني كبيرة في السن تمشي بصعوبة، وتسحب معها شاب يعني ولد من الطفل المنغولي. عارفين الطفل المنغولي هذا اللي يعني في تخلف عقلي أو يعني صعب، فتحصل لك مثل الطفل الصغير تسحب به وتدف عربية صغيرة. فجاء طرقة القزاز علي. أنا في البداية حسبتها من الهوملس يعني قلت ما فتحت لها. فبعدين بعد ما فتحت الزجاجة قليلا سألتني قالت لي أنت من فين؟ قلت هذا شيء غريب يعني واحد دق عليك عشان يقول لك أنت من فين. فقالت لي انت طيب اي لغه تتكلم؟ قلت لا عربي. راحت رجعت للعربيه حقتها وقلبت فيها وطلعت لي مطويتين باللغه العربيه. ايش فيها هذه؟ عارفين انت اللي يحدث، تدعو الى النصرانيه. يا أخوان لا تعرفون أو لا يعني أنا لا أستطيع أن أحدث عن شعوري في تلك اللحظة. يعني الإنسان كيف يشعر بالخجل، يشعر كيف أنه لاحظ هذا العجوز على كبر سنه وفي الوقت الحار وفي هذا الطقس وهذا ومع ذلك لأنها مؤمنة بشيء فأنها بذلت جهدها وراحت وذهبت وبدأت توزع في المطويات.
ونحن نقول يعني كمسلمين الحق لا إله إلا الله التوحيد، وتجد البعض مننا يعيش مع هؤلاء ولا يحدثهم عن الإسلام أبدا. وأنا سأقول ما هي الأسباب فيما بعد. I just started by explaining the importance of da'wah. Da'wah, my dear brothers, is a must in every Muslim, because as I explained, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam is the seal of all prophets. That means no prophet will come after him. He is the last messenger. Nations ahead before the mission or the event of Muhammad sallallahu alayhi wasallam, they used to have some scholars or some prophets to come every once in a while to remind them about the teaching of God. But since Muhammad sallallahu alayhi wasallam is the last messenger, who's going to carry the message of Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Who is going to carry the message of God, of Allah Azza wa Jal? It is the responsibility of every Muslim, and we have no choice. This is must. Some people, they said, how come, you know, this, there's, mashallah, there's scholar, there are sheikh, there are mutawwi', there are da'ya. That's true. But every Muslim, he have to call to Islam to the best of his ability. Tell people what you know about Islam. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned the ayah. الله عز وجل said, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Say, this is my way. Now he identify here, this is the way that Muslim should live and should do and act. What is it? I call unto Allah. This is my mission. This was the mission of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. In fact, this is the mission that Allah Azza wa Jal sent all prophets, all messengers with, to call to believe in the oneness of Allah Azza wa Jal. Ad'u ila Allah, I call into Allah. Here we identify the goal. So the da'wah, to call people, to call them for what? To call them, to invite them to believe in the oneness of Allah. To call them to know who is Allah subhanahu wa ta'ala. Who is your God? This is the message. And this to show also that the first thing that we should call people to is what? Allah. The oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, with sure knowledge. Knowledge. You cannot call people if you don't know what you are calling to. It's very important. And here, in fact, this encourages us to seek knowledge ourselves, to learn, to study. So somebody asks me, I know the answer. And you know, the oneness of Allah, every Muslim say, La ilaha illallah. Every Muslim say, La ilaha illallah. But how many Muslims, they know really the reality of the meaning of La ilaha illallah? Yeah, we translate it, you know, that there is no deity to be worshipped except Allah subhanahu wa ta'ala. This is a translation, that you worship only one God. But the meaning of La ilaha illallah is more deeper than this. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. And here, my dear brothers, the ayah which emphasizes
And those, I call to Allah with sure knowledge. I, who is he? The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Because he said, I, Allah Azza wa Jalla said at the beginning, said, Qul, say. So I, that means the Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, and those who follow me. So this message, this is the message that I am carrying now. But it's not only my responsibility. It is my responsibility. And then my followers, they will continue this message. They will continue calling to Allah subhanahu wa ta'ala. What does this mean? This means I am, as a Muslim, claim that I follow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Then it is must in me to carry the message of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, which is truly the message of Allah Azza wa Jal to all mankind. All mankind. They should know who is their God. Not be confused with all the different religions, different ways, different philosophy. There's only one way to lead to Allah subhanahu wa ta'ala. And then I mention a story, which is something that happened to me, as I said, and I was in San Diego 2 years back, and then I saw an old lady, and with her was a young man. He was Mongolian child, you know that's this type of people, they need care, they're like a child. And then she came when I was in the gas station and knocked the glass of my car to ask me, where are you from? And then she asked me, what language do you speak? And when I told her that I'm speaking Arabic, she gave me some pamphlets in my language. Where is this? Here, in this country. In Arabic. Was with her. She was equipped with the material to conduct her duty as she see it. It's very important here. What is the thing that motivates this old lady to go out in this hot weather to meet people and tell them about her belief? Because she feels the responsibility of what she's doing. And truly at that minute, as I mentioned, I felt shame of myself that I didn't do, maybe some of what she was doing in this time. So the point that we learn from this and many of these events, and you, my dear brothers, here, I'm sure that you meet many people, they come maybe some, even they knock your door. I don't know if they do it here or not, but in some area they do it. Yeah. They come and knock the door to your home. Jesus loves you, and then they give you this material story. Subhanallah. And then we as a Muslim, some, unfortunately, when you tell them, why don't speak about Islam with your friends? Say, no, I don't like to get in trouble. What type of trouble is this? Subhanallah. Are you shy? Nowadays, many people, in fact, they are interested to hear about Islam. Many. I spend in this town about 2 months now. The place where I'm staying, whenever I speak with them, I never found anybody who say, please stop, don't talk about Islam, don't talk about this. Whenever we talk and mention anything, I explain to the best of my knowledge, what's the similarity between what the teaching of Jesus, the teaching of Muhammad, try to get people closer to the meaning of Islam. فنعود إلى العربي هذا شوية صعبة فالشاهد يا أخواني يعني مما نتعلم كما ذكرت من القصة هذه أنه يجب على كل واحد فينا أن يدعو على قدر ما يستطيع بقدر علم. يا أخي لا تروح تشرح لهم أنت يعني بعض الأصول
تتحدث معهم يعني عن بعض الأمور التفصيلية، لا، أنت فقط بين بأن دعوة الإسلام هي الدعوة إلى الله عز وجل، وبعدين أنت تتحدث مع أهل الكتاب، وإن شاء الله ما في الأخير نتكلم عن قصة معاذ سنبين أو يعني بصير أوضح بالطريقة هذه. لكن نقول أنه لا عذر حقيقة، لا عذر لأي مسلم يحتك مع غير المسلمين ألا يعرض عليهم الإسلام، والعرض يكون بطرق مختلفة، يعني بطرق يعني غير مباشرة، أهدي له كتاب، أعطي له مطوية، أرسل له مثلا لينك على مقطع يتحدث عن جمال الإسلام، قول له مثلا أنت تعرف مثلا لو صار حديث في موضوع تبين بأنه والله الإسلام كذا كذا، يعني على قدر، والله يا أخوان على قدر ما عشت في هذه البلاد، وهذه بلد حرية كما تعلمون، يعني ما حد يبي، لا أذكر أنه تكلمت مع أحد يعني عن الإسلام واجهت منه أي صعوبة، لأنك أنت لا تجبر الناس، إنما أنت تعرض بضاعتك مثلك مثل أي واحد يعرض ما لديه، عملية تسويق ماركتينج يعني، فأنت تعرض اللي عندك يا أخي. يعني هم لا يترددون ولا يستحون أن يدعون إلى الشرك، يدعون إلى مذاهبهم التي نعتبرها باطلة، فكيف أنت يا صاحب الحق تتردد وتحس يعني بالحرج والحياء أنك أنت تدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى؟ نعم Yeah, my brothers always يعني be equipped with the material of da'wah with you at your car when you're traveling, nothing to lose. People, when you give them anything, they will say thank you, they will not throw it in your face, believe me. See, yeah, maybe if somebody there says, I'm not interested in religion. Okay, it's up to you. He will not fight with you. See? And إن شاء الله نتكلم عن بعض الأمور عشان ما الأولويات نتكلم بها. طيب، من مظاهر الحكمة طيب عن هنا، لأنه عندما قال الله سبحانه وتعالى أدعو إلى الله على سبيل، في الآية الأخرى يقول الله سبحانه وتعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هنا وضع إيش؟ الاستراتيجية، طريقة كيف تدعو. هناك بين لك الوجوب وأنه واجبة وأنه دورك، نعم، والدعوة تكون إلى الله عز وجل، وهنا يؤكد أدعو إلى سبيل ربك your Lord بالحكمة والموعظة الحسنة. إذن هنا نأتي نقف عند كلمة الحكمة، والحكمة معناها واسع. من مظاهر الحكمة في الدعوة ترتيب الأولويات، بمعنى تقديم الأهم على المهم. كيف يعني؟ الذي يحدث يا أخوان أحيانا من بعض الشباب بعض الدعاء، أن عندما يأتي مثلا يدعو، بعض الحضور بعضهم أذكياء، يعني بعض غير المسلمين وخاصة من اللي يتبعون الكنائس أو عندهم هذا، عندهم استراتيجية ذكية في تشتيت الداعية، على طول يطلعونك مع أول إكزيت. مرة أنت تكون ماشي تبغى تدعو وتوضح هذا، هم على طول يحرفوك عن الهدف، وأنت تدعو على الإسلام والإسلام يقول لك باي ذا واي
المسلمين يتزوجوا 4، 5 ولا 6 ولا عشان تنسى الموضوع وتروح فين وتتكلم عن الزوجات عدد الزوجات والمرأة وما المرأة وهل. أول الأولويات التي يجب أن يدعو إليها المسلم هي إيش؟ التوحيد. أفرض أنه مثلا سألك عن الخمر، ليش ما تشرب الخمر وأنت ما شاء الله عليك أنت عندك ضليع وعندك علم وبينت له الأضرار الصحية والأضرار العقلية وضيعت نص ساعة من الوقت في أنك إيش تتكلم عن الخمر، بعدين قال طيب صح ولا لا، بعدين يقول لك that makes sense yeah I agree with you، طيب وش النتيجة؟ هل أسلم؟ صح ولا لا؟ هل اعترف طريق الله عز وجل؟ ايش اسمه يعني. لكن انت لما اقول لك مثلا عن الخمر ولا عن هذا قول لي استنى تعالى اول خلينا نعرف من هو اللي حط التشريع، من هو صاحب هذا التشريع عشان نعرف من حكمته هذا. فهو اذا امن بالله عز وجل يعني الامور الاخرى كلها تسهل، صدقوني. يعني تجربتنا مع المسلمين الجدد يجيك الواحد منهم متعصب في نقطة معينة، لكن منذ أن يعني يفهم ويدخل الإسلام في قلبه كل هذه الأمور تزول. ولذلك يعني يجب على المسلم عندما يدعو يعني أن يركز على هذه الأولوية، وهذه إن شاء الله سنتكلم عنها أيضا. طيب بعدين التدرج. نعم جزاك الله خير ذكرت. We talk also about now the strategy of da'wah, which mentioned in the ayah, which in Surah An-Nahl, chapter number 16, Surah 16, number 16, ayah number 125. Allah Azza wa Jal said, "Ud'u ila sabil Rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana." Invite to the path of your Lord with wisdom and good advice. Wisdom. Now, what the meaning of wisdom? To be wise, that means you know how to deal with the situation. You should know the person that you are talking to, the right time, the right topic, the right words, in a suitable way. You know, there's some way that you can approach some people which is not necessarily will be successful with other people. Sometimes you need to speak to some people, then you make sure that they are in a situation, they will listen and they benefit from what you are saying to them. A person who is tired, person who is very hungry, is searching for food, and you come to talk with them and say, no, this is... you know, food for your soul, or it will not, you know, help him. Anyway, so al-wisdom, al-hikmah, that means deep understanding and how to know how to deal with the situation in the right way. And one of the aspects of hikmah or wisdom, that you should know what is the priority in your way of da'wah. You are calling them to what? And we said it's very important for every Muslim to know and to remember that the first thing that you call people is what? To call them to tawheed, to know who is their Lord, to know who is Allah subhanahu wa ta'ala. What's our duties toward Allah Azza wa Jal? What's his names, attributes, all his oneness, that he's the one who ought to be worshipped. So concentrate on this matter. And be careful when you are delivering the message, you know, in a speech or talking to people, that they can track you or get you back far away from the main point that you want to tell them about, which is Tawheed. As I mentioned, sometimes you are giving... you're talking to a group of people, telling them about Islam, and you'll find somebody who will ask a question about maybe why Islam allowed marrying more than one woman,
Why Islam prohibit alcohol? And then, you know, because you are highly motivated and you go and address the topic of alcohol or the topic of marriage and you forget the main point that you were trying to teach people about. It is tawheed. So be careful from this. So the Muslim or the da'iyah should always have plan in his mind that he reached this goal or his goal and convey the message, which is the most important thing, is tawheed. هذا أبو ينشن بالنسبة لل كما ذكرت بالنسبة لل للحكمة يتعلق فيها أيضا مناسبة المنهج للأحوال والأعمار والمستويات. يعني من معاني الحكمة أن تقول الكلام المناسب للشخص المناسب في الوقت المناسب بالأسلوب المناسب. هذا الحكمة، تقول الكلام المناسب. طبعا تدعو، لكن حتى طريقة الدعوة تختلف من شخص إلى شخص. نعم، للشخص المناسب، وهنا اتفاق بين الأمرين. يعني أنت عندما تخاطب نصراني ليس كمن تخاطب ملحد، ليس كمن تخاطب مثلا بوذي أو هندوسي. في فرق ولا ما في فرق؟ ولذلك هذه واحدة من النقاط المهمة جدا يا أخوان، لابد أن تعرف طبيعة المدعو، الإنسان اللي أنت تدعوه تعرف طبيعته. أنت متكلم أنت مع أستاذ جامع متعلم، مو زي لما تتكلم مع إنسان عادي بسيط. لما تتكلم مع واحد، تتحدث مع إنسان عنده على سبيل المثال يعني عنده خلفية في العلوم الدينية، يعني واحد عنده علم في البايبل وعنده بالأشياء، مو شخص واحد عامي. يعني من الأخطاء اللي يقع فيها بعض الدعاء، يعني مع حماسهم ومعرفتهم ما شاء الله تحصلوا ما شاء الله عارف ومتأثر بالشيخ رحمة الله عليه الشيخ أحمد ديدات والدكتور زاكر وجزاهم الله خير، يعني بما خدموا به الإسلام والمسلمين حقيقة على جهوده. فهو يتحصل ويحفظ الكثير من هذه الاقتباسات من البايبل، وبس يقابل أول نصراني يعطيها الاقتباسات كلها. يحدث هذا ولا ما يحدث؟ هذا خطأ. طب هذا هو أصلا هو ما يعرف شو البايبل إيش فيه، مو شرط أن النصراني يعرف البايبل، يعني لأنهم أصلا طبيعتهم هم يعني يروحون هذول اللي يروحوا الكنيسة طبعا أو يسمعون البرامج حق التلفزية، يعطونهم إيش مقاطع معينة أشياء معينة وهذا، لكن ما هو داري إيش فيها. فإنسان أصلا ما هو متعلق بالكتاب هذا ولا هذا، يعني ما أنت غير ملزم أنك أنت تستشهد له منه وتروح أنت تتحاور معه من خلاله، بل أنك أنت بطريقة غير مباشرة أنت تعلق بكتابه. كأنك تقول شو هذا الكتاب، كأنك ما أنت عارفه، أنت ما أنت عارف كتابه، ممكن تحمس روحي. فهذه يعني طريقة من فالعمر، تكلم شخص كبير مو زي شخص صغير، كما تعلم غير متعلم. أيضا الوقت كما ذكرت لكم، يعني شوف الإسلام سبحان الله في تعاليم الدين لما يكون في شيء مهم جدا لا بتفرغ نفسك وقلبك وعقلك له. ولذلك لاحظ لما الصلاة يكره الصلاة بإيش؟ مع وجود الطعام العشاء والعشاء، ويكره أيضا عند مدافعة الأخبارين، صح ولا لا؟ وهي صلاة. ليش؟ عشان تركز. فكذلك أنت عندما تأتي وتكلم، يعني تبغى تعمل الناس دعوة، لابد أن يكون إيش؟ يكونوا مرتاحين. وذلك لاحظوا من أساليب الدعوة اللي كثير من الناس ما اللي هي الدعوة، الدعوة للدعوة. كيف يعني؟ تدعو للطعام، نعم تدعو للطعام، تعال خلينا نأخذ لنا عصير، نأخذ لنا قهوة. وهذه ترى طريقة يعني مكاتب التجارات ما شاء الله نجحت فيها. وكنا في هناك لما نسوي أي محاضرة أو درس
يعني نرتب مع مستشفى ولا مركز ولا شركة ولا هذا، نقول لهم بشرط الدرس علينا والبوفيه عليكم، علشان يعني فهم طبعا لما يقولون دعوة وفي ما شاء الله يعني في زي ما تقولوها في خدمة طعام وهذا بيجونك. طيب يعني ويجي ويأكل ويسمع، فهذا الجانب مهم أيضا. طيب what I just said now that when we call people as I mentioned earlier then we should know the one that we are talking to about his if he's educated or not educated, what level of education he has. نعم. To talk to him in the best or the wise, the suitable way that fit his educational background. And when you talk to also to a person with an old nut, talking too young. And the same time, as we mentioned, we should, when we speak to somebody, we make sure to know something about his background. When you speak with Christian, not like you are speaking to a Hindu or Buddhist. Now, when I talk with, for example, Ahlul Kitab, people of the book, there are many, I mean, we are sharing or we have some common ground in the foundation. يعني Allah, if you look at Arkan al-Iman, يعني it is in Islam, the foundation also found for the Jew and Christian. They believe in God, you know, the angels, you know, their after destiny, all these things. But when you talk with a Buddhist or Hindu, even the concept of God is not clear in his mind. To the way that you know it. If you speak to somebody and tell him about Muhammad and Isa and Musa alayhi salam, Moses, Jesus, Muhammad sallallahu alayhi wa, and you talk to somebody who is atheist, he doesn't believe in God. So should you start with what? First of all, to talk with him, to convince him about the existence of God. Then you can move the next. So here it depends on the person that you talked. نعم. Other point, النقطة اللي بعدها تكلمت عنها في البداية ولكن أكررها هنا، وهي قضية يعني بعض الأعذار التي يقولها بعض المسلمين لكي لا يدعون إلى الله عز وجل. البعض يقول والله يا أخي أنا ماني علم، أنا ماني شيخ ولا عندي علم ولا أحب أخوض في الدين. كلام جميل، نعم، ولكنه نعم كلام حق أريد به باطل. هذا مشكلة، حق أريد به باطل. صح لا تخوض في الدين، ما حد قال لك تخوض في الدين، لكن احنا ما قلنا لك خوض بالدين يا أخي، ادعو باللي تعرفه. بس يوم بجاب الشيخ بضل جاب لي ساعتين. نعم يوم بجاب الشيخ بضل جاب لي ساعتين. هو يبغى يتعرف يا شيخ، ما عليش بحسن الظن فيهم، يبغى يتعلمون. فالشاهد يا أخوان يعني المسلم يدعو بما يعرف، لا تتكلم ولا تدخل في موضوع ليس عندك فيه علم. لا تدخل تتكلم عن المذاهب وتتكلم المسألة هذه فقال فيها فلان وفلان قال لا، يعني أنت تدخل تتكلم عن حاجة واحدة، عن الإسلام. ما هو الإسلام؟ في أحد يا أخي يعني في واحد مسلم يا أخوان ما يعرف ما هو الإسلام؟ يعني في أشياء كما يقال لا يعذر، لا يعذر المسلم بجهله. فروض الأعيان، فروض الأعيان يعني الأمور المفروضة على كل إنسان لا يعذر المسلم بجهلها. الصلاة، أليس الصلاة واجب على كل مسلم؟ معناه أن توقع أن هذا المسلم يعرف كيف يصلي،
ويعرف أحكام الصلاة ويعرف أحكام الطهارة. وكذلك وقبل ذلك اللي هي قضية العقيدة وهي التوحيد. فذلك أنت عندما تدعو الناس تدعوهم إلى الله، تقول له هناك الذي خلق هذا الكون هو إله واحد عظيم قدير، وأمرنا ألا نعبد سواه لأنه لا يستحق العبادة إلا من خلق. وهذه النقطة ركز عليها، قضية الخالق. شوف لاحظ يا أخوان قضية الخالق، لأن لا يوجد من يدعي أنه خلق شيئا أبدا، لا يوجد. ولذلك لاحظ القرآن ركز عندما يتكلم عن التوحيد عن قضية الخلق، يربط التوحيد بقضية الخلق. أم هم الخالقون؟ بعد ربنا لما تذكرون قلنا في درس سابق اقرأ باسم ربك الذي ايش؟ الذي خلق، لكي يبين لك بأن الإله الحق الذي يجب أن يعبد هو الذي خلق. يعني ما حد حتى النصارى ما يدعي أنه عيسى خلق شيء، لأن الخلق قبل لا يجي عيسى عليه السلام. فلذلك نتكلم عن الخالق، من هو الخالق؟ الله. إذن الذي تعبده هو الذي خلق، لأنه لا يوجد إلا أمرين، خالق ومخلوق. فلا يمكن أن المخلوق يعبد مخلوقا، ولكن يعبد من خلقه. فهذه إذن القضية المهمة، أنك أنت تدعو الناس على قدر ما تعرف. ونقطة مهمة جدا، لا تستحي أن تقول لا أدري. بعض يعني الأخوة يعني متحمس في الدعوة، فيجي فلما يسألوا سؤال يعني ما هو عارف الجواب الصحيح، فيخمن يعطي أي جواب قريب منه، يعني يقول أنا الحمد لله اجتهدت. لا يا حبيبي، المسألة ما فيها اجتهاد. تتوقف، ومن قال لا أدري فقد أفتى. فإذا أنت عندك مثلا نقطة ما أنت متأكد منها، ما في مشكلة تقول له معليش أنا خليني أبحث لك وأرد لك إن شاء الله، أجيب لك مرجع. يعني الحين الناس العاديين لما تسأله بحاجة تقول له كذا كذا كذا، يقول لك والله ما أعرف، خليني أشوف الشيخ جوجل نسأل، رجع لك على جوجل على طول. طيب نفس المسألة، أنت لا تدخل نفسك في مسائل في أمور لا تعرف. So the point is that when we call people, as we mentioned here, that we should call them to the best of our knowledge. That means I talk with them based on what I know. And here we said that no Muslim has any excuse not to calling people to Islam, to believe in Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Because every single Muslim, the first thing that he should know is the oneness of Allah Azza wa Jal. Who is Allah? Subhanahu wa ta'ala. The meaning of La ilaha illallah. The Muslim is not, have no excuse to be ignorant about anything which is must on every Muslim. Like Salah. Salah. Every Muslim should pray. Therefore, if some, you know, but say, well, I don't know how to pray Maghrib, and he's a Muslim, he said, that's not right. Then he should learn. He should study Tahara. He should study this. Learn it. Why? Because you have to pray, and you cannot pray without having what? Purification, Tahara. Therefore, first of all, you should learn and study. So when we are calling people to Islam, to call them to the best of our knowledge. Not go in deep in argument or discussion beyond our knowledge. And if you were asked or an issue come up which you have no knowledge about it,
You know, it's not, should not be shy to say, sorry, I don't know about this point. I need to find out. I will give you more material to read about it. I will give you some references. But never ever we just go and tell what we think it's correct, and later on then find that we pass the wrong information. Last point, and then inshallah we'll try to open it for discussion. I want to stop with the hadith Mu'adh radiallahu anhu. This hadith, my dear brothers, is considered as a guideline for everyone in da'wah. And Ibn Abbas, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا الحديث يا أخوان زي ما يقولوا خريطة الطريق لكل من يعمل في الدعوة. خلينا نتوقف وقفات بسيطة معها. قال لمعاذ، هذه نصيحة توجيه من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، يوجه من؟ الداعية معاذ رضي الله عنه. قال له انظر أول شيء ماذا قال؟ إنك ستأتي قوما أهل كتاب. طيب إيش الدرس نتعلم من هنا؟ أنك عندما تدعو لابد أن تعرف طبيعة من تدعو، تعرف الخلفية اللي عنده، خلفية الدينية، خلفية الثقافية، خلفية يعني العادات التقاليد، كل ما يتعلق بخلفيته. لأن يا أخوان الداعية مثل الطبيب، الطبيب يعالج الأجسام والداعي يعالج إيش؟ العقول والأرواح، يدعوها إلى الحق. دحين أنت لما تروح للدكتور، إحنا لما نروح للطبيب، أول ما تيجي عند الطبيب على طول يقول لك إيش فيك وكتب لك الدواء، ولا يخلونك ويهلكونك وأنت قاعد تكتب صفحة صفحتين معلومات عنك وعن خلفيتك وش الأمر والأسرة وكل شيء، ما هذا اللي يصير ولا لا؟ يقول لك طيب إيش يا دكتور، ما له علاقة هذا، أنا جايك عشان مصدع وعشان أكتب ليش كل الأشياء هذه. يقول خلاص لازم يعرف عندك كل حاجة. هذه حكمة. فكذلك الداعي يا أخوان عندما يدعو إلى الله عز وجل لابد أن يعرف طبيعة من يدعوهم، لأنك أنت إذا عرفت طبيعته وخلفيته تعرف المداخل، تعرف المخارج، تعرف الأشياء اللي يؤمن بها. نعم، تعرف كما يقولون اللي هو يعني شيء مشترك بيننا وبينه، فننطلق من الأشياء إيش المشتركة. نتكلم يعني يهودي ونصراني ولا هذا، ترى الأمر بسيط يا أخوان. وأفضل طريقة معاهم هي الطريقة التاريخية، راح أعرضها لكم بالأخير، يعني طريقة العرض اللي نتبعها ويعني أثمرت كثير من فضل الله تعالى. طريقة بسيطة جدا قصصية، لكن راح أتكلم عنها فيما بعد. قال تأتيهم أهل كتاب. فإذا قوله وتعريف النبي صلى الله عليه وسلم للداعية الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه بأنهم أهل كتاب، ليش أكد له من البداية؟ ما قال لهم اذهب أول ما تصلهم ادعوهم إلى الله. قال له إنك ستأتي قوما أهل كتاب. قال فإنهم، نعم، فإذا جئتهم أول شيء تعمله فادعوهم إلى أن يشهدوا
أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما معنى هذا؟ معنى أول ما يدعى إليه إيش؟ التوحيد، شهادة أن لا إله إلا محمد رسول الله. لا تدخل بالتفاصيل. ليه ما تدخل بالتفاصيل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنهم أطاعوا لك. لا تستعجل، فإنهم يعني لا تروح للمرحلة الثانية إلا لما تخلص إيش؟ المرحلة الأولى هذه. قال فإنهم أطاعوا لك، أول شيء. نعم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. طيب، إنسان دعوته إلى التوحيد ودعوته إلى الله عز وجل وآمن وشهد أن لا إله إلا الله وشهد محمد رسول الله، أصبح مسلم إن شاء الله، صح ولا لا؟ ما الذي يجب عليه بعد كذا؟ الصلاة، ومرتبط بالصلاة الطهارة. فإذا أول ما تعلموا الطهارة والصلاة، وهذا ترى مهمة جدا يا أخوان، لا تتساهلوا فيها. إذا وجدت إنسان أسلم لا تترك. أذكر لكم يعني حادثة فعلا، في واحد اسمه عبد الصبور، هو اسمه عبد الصبور، سمى نفسه عبد الصبور، رجل أمريكي، يمكن عمره لما قابلته كان عمره 85، في دنفر، رجل يعني منعزل عن الناس، وهذا هو مسلم. الشاهد في القصة، قال لي أنا أسلمت، واحد عرض عليه الإسلام وأسلمت، عرفت بأن هذا حق، وجلست 10 سنين لا أدري بأنه يجب علي أن أصلي. 10 سنين مسلم وهو لا يعلم بأنه إيش مطلوب منه؟ صلاة. هذا أسلم جزاه الله خير. وبعدين هذه نقطة مهمة جدا يا أخوان، إذا يعني وجدت من إنسان قبول لا تتركه. وأكبر حقيقة خطأ أن يدخل واحد يعني بالإسلام ويترك جاهلا بالدين، فهو إما أن يرتد وإما أن يحرف إلى عقيدة باطلة من العقائد المنتسبة للأهل الإسلام. هذه مشكلة، فلا بد أنك تتبناه ترعاه. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كيف رباهم، كان يجلس معاهم معنا في مكة في سقيفة، لاحظ في بيت الأرقم من الأرقم، فلاحظ كان يربيهم، فكذلك الداعية. طيب، فهذا الحديث يبين لك التسلسل، وبعدين أنه صدقة وغير ذلك. وبعد ذلك وإياك وكرائم أموالهم، لا تكلف الناس الأشياء اللي يحبونها. يعني يجيك الآن مثلا في الدعوة يا أخوان، خاص بالبلاد هذه، لما تجي الواحد يقول له أنت تسلم، وهذا يقول لك يعني أنا ما أقدر أوقف الشرب، أنا أشرب. إيش المشكلة؟ يقول لا لا يا أخي، يا أما أنك أنت ما تشرب ولا تدخل بالإسلام. هذا ما صحيح. هذا يا أخي خلي يسلم يموت على التوحيد، على قال لي يموت وهو إيش؟ وهو مسلم ولا عاصي، لكن ما يموت على كفر العياذ بالله. فهو إذا قال لك جاب لك موضوع عن الخمر ولا العلاقات ولا أي شيء ثاني، قل له هذا بعدين نتكلم عنه، خلينا نركز على إيش. هذا موضوع. واحد فلبيني مرة جاء بيسلم عنده، يعني هو مقتنع وكل شيء، بس هم مفهمينه أنه الإسلام لازم يغير اسمه. فلما جاء قال قال ما أبغى أدخل بالإسلام. لا يا حبيبي، قال أنا ما بغير اسمي. قلنا أنا من قال لك غير اسمك؟ والله اسمك حلو جميل جدا، وخلي يا أخي مبسوط من اسمك. والله يا أخوان أنه أسلم وما جلس 2 أو 3 هو بنفسه جاء قال أنا بسمي نفسي عمر، عمر عبد الرحيم ما شاء الله. قلت ليش يفعل الاسم هذا؟ قال عمر القوة وعبد الرحيم الرحمة، فأنا أحب أجمع بين الرحمة والقوة. طبعا ما قلنا له إيش غيرت رأيك، ما كان اسمك حلو. لا بس لاحظ، أنا قصدي الشاهد في الموضوع، ها، بس الشاهد في الموضوع كيف هو الرجل من حاله جاء. يعني إذا دخلت بشاشة الإسلام إلى قلب الإنسان فإنه خلاص تروح كل الحواجز هذه. فكذلك أنت لا تدخل معاهم في الأمور التفصيلية،
ركز على التوحيد، خليه يسلم. هو مع الأيام مع الصلاة عندما يرتبط بالصلاة والقرآن وذكر الله ستجده سبحان الله قد يكون بكرة أكثر تمسكا بالدين منك أنت اللي علمت. نعم. We just mentioned about the hadith of Mu'ad ibn Jabal رضي الله عنه, and we say we try to derive some lessons from this hadith. As I said, it's like roadmap for any da'iyah, this hadith. The Prophet عليه الصلاة والسلام, when he sent Mu'ad ibn Jabal to Yemen, first of all told him and said, إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ. Oh Mu'ad, you are going and to meet people of the book. And the question that I raised is, why the Prophet sallallahu alaihi wasallam emphasized this point? Why he didn't tell him from the beginning, oh Mu'ad, you are going now to Yemen, tell them to believe in Allah, to believe in Allah alone. Why did he start with mentioning the background of the people that he is going to call or to make da'wah to? This is the point that we need to think about. This to show you the importance for the da'iyah, for the Muslim, whenever he is making da'wah, that first of all he should study the background of the people or the person that he is trying to introduce Islam to him. As I mentioned earlier, you know, when you talk, when you are talking to a person who is, you know, from back like a Christian or Jew, it's not like speaking to somebody who is atheist. There's different. So this is the point here. And we learned from this hadith. And then he said, فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ. That means don't move and go to the next thing till you make sure that you fulfill the first requirement. Don't talk to them about salah. Till what? Till they know the tawheed. Oneness of Allah. Believe in Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, you know, some people, when they come to make da'wah, he throw everything on the table. Same time. You see? Yeah, Islam to believe in Allah. Also, don't drink. Also, don't go and have any relation with, you know. And don't. It is not the wisdom. Look at this hadith, he said. فَإِنْهُمْ أَطَعُوكَ. If they listen to you. So the first thing that you call them to da'wah. Talk about tawheed. Talk about Allah Azza wa Jal. You know. Try, you know, to motivate people to love the one who created them. To remember the bounty and the mercy of Allah, the bless that Allah Azza wa Jal gave him. Let him think about this. Talk to the mind and also to the heart, to the motion. You should believe in Allah, this God who created you from nothing. This God who provide you with all these nice things. Just look at yourself. You are fortunate with many things that many people, they don't have. Who's the one who gave you all this? Allah. Do you know who is he? And speak with him about Allah Azza wa Jal. Give him, it depends, as we said in the background, if he's a person of, you know, these people who are, you know, in the field of science, give him some books which talk about some miracles, you know, that's mentioned in the Quran about scientific finding. You know, some people, they embrace Islam because of this. A geologist, maybe he find something in the Quran which talk about geology. A person, in the field of medicine, when he reads something, maybe this will attract him. And subhanAllah, the Quran, you'll find a book that talk to everyone, depend on his major. So here, the point that you need to speak to the people to the level they understand. And as we said from this hadith, you know, that we start with the first point is gradually. Start with the important and then go to the next one. And last point I mentioned, that some people, they may come
and they are ready to become Muslim. They are ready to accept Islam. But the shaitan put in their minds many doubts, or you know, try to hinder them, push them away from accepting the truth or declare the truth. So he will tell you, well, oh, Islam is good. You know, I believe there's only one God. Yeah, that's correct. That makes sense. But I cannot leave drinking. Don't emphasize on him. Don't say, no, you should stop now. When he become Muslim, when he embraces Islam, when he practices Salah, then him, in Salah tanaha anil fahsha wal munkar, he will find, you know, in the Salah, in the remembering of Allah Azza wa Jal, something which keep him away from whatever Allah Azza wa Jal forbid. You know, one of the funny things that happened, even there, you know, among Islamic centers, you know, so there are some people who volunteer, especially new Muslims, some new Muslims. And some Muslims, when they invite people, subhanallah, one day one Hindu, he brought by some brothers, I think they're from India, and they were very happy that their friend is a Hindu, he want to become a Muslim. So when he says Shahada, I say, Allahu Akbar, Alhamdulillah. And then they told me, now we'll take him to the hospital. I said, what? They said, they will take him to the hospital. For what? Circumcision. He should be circumcised. I told my little brothers, it's not necessary. You are frightening the guy now. Maybe he will. Subhanallah. This is, and also I have one brother, you know, Saudi. He's always, mashallah, he bring people from, yani, and subhanallah, this is another, you know, example. There one person, he doesn't speak English at all, and 9 people embrace Islam through him. Yeah, he's his worker. He's just clean, you know. He clean and in the office where he working, he's very nice. Always a smile. Whenever see somebody want to make coffee, he run and try to help him. Sometimes when they come, he know that this guy he love coffee. He prepare it for him, and then when he find him like him, he come to the office, to the center, and take some papers, and he said, he just give it to him. You know, this way, 9 people came to Islam. The way. So one, also the same thing, one Saudi, when his driver, or he become Islam, he came. And when he, alhamdulillah, embraced Islam, he said, I want to take him to the hospital. Yeah, Sheikh, it's not necessary. Leave him now. You see? And all what they think that. And then he said, I asked him to change his name. لا حول ولا قوة إلا بالله. Yeah, leave him. Maybe he loves his name. It's not necessary in Islam to change the name unless it has some religious meaning. And the person, when you tell him to change it, at least he understands what the wisdom, why. But if he like his name, just leave it to him. So this some of the things. طيب, we finish, as I promise you, very short. What is the historical way to introduce Islam for the people of the book? And this, maybe you can use it here. I mean the people, when you talk to Christians, especially here. You know, when I sit with one of these friends, and I did this many times, and even here, when I was here, I talk with some people. I was just about a few weeks, 2 weeks or 3 weeks, I went to Siyada. And then one lady, she's a doctor, also in one hospital, and she talked about her religion. So I gave her a story, you know, about the relation of religion. She was very happy to listen. The story said, you know, when God, this is the way, when God, I'm going to Arabic, or I'm going to Arabic? It's Arabic. نسيت أقول بالعربي. طيب نرجع للعربي. الشاهد في القصة هذه يا أخوان الطريقة اللي بنتكلم عنها الطريقة التاريخية يسمونها طريقة العرض التاريخي. هي طريقة ممتعة ومشوقة وبنفس الوقت يعني سهلة وبسيطة وكل مسلم عارف. يعني تقول لما أتكلم مع هذا أقول له والله يا أخي إحنا كلنا إيش كبشر. الله
خلق آدم وحواء وكانوا في الجنة وأكلوا من الشجرة. طبعا هذه النصراني يعرفها ولا ما يعرفها؟ ها؟ عارفينها صح؟ كل ما فلما تقول له الكلام هذا هو ينبسط. أوه يا ذيس إز مسوين ستوري فيها وقصص وكرتون عليها. فهو شيء يعني قيلوا إيش؟ عنده خلفية فيه ومناسب له. فهو أصبح منبسط من الحديث حقه. طيب وبعدين لما جاء في هذا بعدين الشيطان ضحك على ها أو كذب على أبونا آدم وخلاه يأكل من التفاحة. طيب هم حسب كلامهم من الشجرة سوري يعني من الشجرة الله يجزيك خير أكل من الشجرة ومع ذلك يقول التفاح أنا من حزت على بال التفاح. فشاهد يا أخوان إنه فهذا لما تقول لهم كذا ماشي صح. هو يمكن صح يقول لك لا هي أصله هي حوالي قالت له إيه هي اللي قالت له. قلت لا دحين إحنا هنا نختلف. إحنا عندنا القرآن يقول إنه كلهم آدم ومين وحواء فأكل منها هم الاثنين أكلوا. يعني شوف ترى إحنا ما نحط اللوم على المرأة. إحنا ما نلوم المرأة. طبعا لما يكون يكلمك قدامك امرأة بتنبسط ولا ما تنبسط؟ ها؟ يبي يقول لك أوه ذات نايس يعني عندنا ما عندنا كويس إنك ما تلومهم. طيب وبعدين لما هم هذا حسوا أنهم غلطوا أسأل الله عز وجل التوبة تابوا إلى الله سبحانه وتعالى فغفر لهم. هنا قضية أنت بصورة غير مباشرة أزلت قضية إيش أوريجينال سين الخطيئة. خلاص أنت ما قلت أنت غلطان أنت بصورة غير مباشرة هدمت واحد من أركان المعتقدات اللي عنده. تقول له الله عز وجل غفر لآدم فأنا الحمد لله وكل البشر ما ورثوا خطيئة أبونا آدم. هذا ما يعلمنا القرآن. ما روح أقول له كمان لا مو بزيكم أنتم تقولوا أنه حنا نرثنا وعندنا الأغلاط لا. شو لاحظ لا تعمل تصادم في الدم. لا تخلي نفسك إيش كأنك أنت في منافسة فريقين إحنا وأنتم أنتم وإحنا عندنا وعندكم. لا تحسس أنك مواجهة. لا أنت حسس كأننا كلنا نفس المركب عشان لا يصير ناحية سيكولوجية ناحية نفسية. وبعدين أكل آدم بعدين ربنا غفر له والحمد لله ونزل إلى الأرض هذه. وبعدين بعد مدة الناس أو بعد فترة الناس عندما نسوا عن الخالق سبحانه وتعالى أرسل الله عز وجل إليهم النبي نوح عليه السلام. ونوح دعا الناس. وبعدين إيش اللي صار؟ تعرف قصة نوح؟ طبعا يقول لك إيوه كيف موجود عندنا بالبابل كمان. هذا نوح هذا اللي صار في الجريت فلود. أيوة صح هو هذا إحنا معاك على نفس الخط. نوح عليه السلام دعا الناس وقال لهم اركبوا معايا في السفينة. مين اللي حيصدق نوح يركب معاه إلا من آمن به؟ طيب لاحظ لماذا هذا سؤال تحط فكر فيه. خلونا نفكر ليش كان أول نبي كانت يعني طريقة يعني تعامل الله عز وجل مع من عصاه أنه قال له اركب سفينة وسوي سفينة واركب فيها والباقيين هذول حيغرقوا. ممكن الله عز وجل قادر أن يهلكهم في مكانهم. ولذلك الله عز وجل أكد في كثير من الآيات بأنها آية. قال عز وجل في سورة العنكبوت فأنجيناه ها ومن معه وجعلناها إيش وجعلناها آية للعالمين. قلت له تعرف الحكمة من هذا؟ أنت كل واحد فينا يسأل عن طريق النجاة دائما يسألون يقول لك the way of salvation. طريق النجاة واضح هذه سفينة النجاة. سفينة النجاة كيف؟ إنه اللي صدق النبي صدق الرسول ويركب معاه هو اللي راح ينجي. اللي ما يتبع الرسول معناه ما راح ينجو. هذه شو تضع في ذهن اللي أمامك؟ توضح له طريقة النجاة بأن النجاة باتباع ما من أرسله الله سبحانه وتعالى. فأنت الآن وضعت القاعدة
الأساسية للانطلاق إلى أنه لا نجاة ولا إيمان ولا إسلام ولا نجاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع هذا الرسول. هذه نقطة بهذه. وبعد ذلك تأتي للمرحلة، وبعد ذلك الله عز وجل أرسل في كل قرية وكل مدينة وكل مجتمع بشري، وما من قرية إلا خلا فيها نذير. الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل، كل ما الناس زاغوا الله ردهم بنبي. وأرسل موسى عليه السلام، طبعا تكلم عن إيش؟ معجزة موسى والعصا والثعبان والأشياء هذه، أشياء يحبونها. وبعدين لكن إيش اللي حدث بعد موسى؟ إن موسى إن الناس انحرفوا بعد موسى عليه السلام، فأرسل الله إليه عيسى عليه السلام. فأنت هنا تبدأ تتحدث عن عيسى عليه السلام، وعندما أرسله عشان يصحح الانحراف اللي صار بعد موسى عليه السلام. فرسالة عيسى هي نفسها رسالة موسى. فبعض بني إسرائيل من أتباع موسى آمن بعيسى، هؤلاء هم المؤمنون البليفرز، أما أولئك فاعتبروا كفار. طبعا حيوافق معك، ما بيقول لك لا، صح ولا لا؟ صحيح. ولكن عندما الناس غيروا أيضا بعد عيسى عليه السلام، أرسل الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم، وأرسله بالمعجزات، ومعجزته الدائمة باقية لمن أراد أن يختبرها موجودة إلى يوم الدين، وهي هذا القرآن. فلاحظ التدرج التاريخ، أنت تكلمه أنت كذا يعني الآن بينت له أن قضية الدين والإيمان بالله عز وجل هي قضية واحدة، هي رسالة واحدة من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيحس أنه والله إحنا كلنا ننتمي إلى بعض، إحنا قريبين من بعض. ما إحنا يعني هذه يا أخوان، الإنسان الذي أمامك إذا لم يسلم، إذا ما أسلم الله ربك يهدي من يشاء، أنت قمت بدورك، قمت بالواجب الذي مطلوب منك. إذا ما أسلم على الأقل برضو أنت كسبان. إيش كسبان؟ أنه فهم ما هو الإسلام، فلا يكون معادي ها للإسلام، يعرف بأنك أنت على الأقل ما هو زي ما يقولوا في الكنيسة ولا يقولوا أنك أنتي كريست. واضح؟ طيب أترجم هذا الجزء الأخير بسرعة. You see the way that you know to convey دعوة. This is what we call the historical way or method, and we used, and alhamdulillah it was very, very successful, that we start to talk about the history of prophethood from the time of Adam alayhi salam to the time of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So we talk at the beginning when Allah Azza wa Jalla created Adam and Eve and placed them in Jannah, and then with the temptation of the shaitan, please, Adam alayhi salam and Eve, they ate from the tree, and then they repented to Allah and Allah forgave them. Alhamdulillah. So Allah is forgiver, so he has mercy and he forgave them. Therefore there is no foundation for the original sin. In indirect way you are telling him that believing in the original sin is what is wrong. And if he is familiar with the Bible, there is a verse in the Old Testament which emphasizes this, by the way. I don't remember or recall the chapter, but it said, fathers should not be put to death for the children, and children should not be put to death for fathers. Every soul should be put to death for its own sin. هذا موجود عنده. Confirming يعني هذا الشيء اللي هم يعرفون. So and then he'll go عليكم السلام. And then عيسى أو نوح عليه السلام he came after Adam. Why did Allah عز وجل send نوح عليه السلام؟ Because people deviated, they forget you know about Allah سبحانه وتعالى, about God. So Allah عز وجل sent نوح عليه السلام to get the people back to believe in Allah سبحانه وتعالى. And it is very interesting that the first prophet who came, نوح عليه السلام, when Allah عز وجل destroyed the people who disbelieved,
in the way of the great flood that covered the whole world. And then only Noah and those who believed in him, they were allowed in the ark, and they are the only one who were saved. Subhanallah. And this is why Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran many times that about whenever talk about the story of Noah or about the ship, always he said, and we made it as a sign for mankind. Ayatan lil alam. What does it mean, sign? That means everybody should think about it. Why? That means because, you see, Allah Azza wa Jal saved Noah and the people with him in the ark, in the ship. Who are the ones who were saved? Those who believed in Noah and those who went with him and get into the ship. That means the only way for salvation is what? Is to believe in the messenger that Allah Azza wa Jal sent to you. This is the only way for salvation. And this confirmed in the Quran and also even in the Bible. Unfortunately, you know, sometimes they explain it or understand it in their own way. They said, for example, yes, you see, because God said about Isa alayhi salam, they said, I am the way and I am the light. I am the light, I am the way. And no one can come to the Father except through me. This is what they are saying. So one time just about last week, one lady, she told me this, that Jesus is the light. I said, yeah, I agree, that is a light. I have no problem with this. But let me ask you a question now. What is the function of the light? This is the light here. What does it do for you? The light is showing the way to you. This is the mission of Isa alayhi salam. This is the mission of all prophets, to show you the light, not to go and worship the light itself. There's a difference here. Subhanallah. So from this you learn how to come. And then after Nuh alayhi salam, people, they debated again. So every time, whenever people get lost, Allah Azza wa Jal, out of his mercy, he send them another messenger. So Allah Azza wa Jal sent many prophets. You know, some sources said prophets more than 24,000. Messengers more than 300 and something. Subhanallah. In every community, human community, there was messenger. And then came Ibrahim alayhi salam, and then came Musa alayhi salam. And you mentioned some of the, you know, of this interesting miracles about Musa alayhi salam. Musa, what he did when he threw the stick. This is very nice, lovely story for people. They like it. And then explain to them the power of Allah Azza wa Jal. And to emphasize one point, that every messenger come, he was certified by Allah Azza wa Jal with the miracles that show that he is telling the truth. So it's not for anyone to claim that he's a messenger of God. This is why Allah Azza wa Jal, whenever he sent messenger, he always what? Provide them with the miracles. Why you are telling this? Because you want him to think, when you come to talk about Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, to motivate him to read the Quran and study and think about the miracle of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So you are paving the way from the beginning. And then after Musa alayhi salam, many people also, you know, went the wrong way. So Allah Azza wa Jal sent Isa alayhi salam. And they love Jesus. And you know how much the Quran praised Isa alayhi salam. Talk about Surah Maryam, talk about Ali Imran. And then, what happened after Isa alayhi salam? The same thing which happened, what was happened after Musa alayhi salam, it's happened after Isa alayhi salam. And people, they debated it in many ways. So Allah Azza wa Jal, he sent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And he was giving a miracle that will last forever. Because, you know, there's no limit for his mission till the end of this world. So now we don't see, for example, the stick of Musa alayhi salam or Isa alayhi salam when he raised the dead or whatever he did during his lifetime. And also we don't see Muhammad sallallahu alayhi salam. But the miracles of Muhammad sallallahu alayhi salam still exist, still alive. You can check and you can read for yourself. Look at the scientific side, linguistic, legislation,
every aspect of the Quran is a miracle by itself. So this is, in this way, you encourage them to read about Islam, to read about the Quran, and then provide them with very nice, tiny books. Don't give them volumes, okay? Give them tiny books, you know, as introduction, but that books that fit their need. This is why we said that when you talk to people, first of all, you should know their background. So give them something that fit their needs. I think we stop here. And sorry, I thought it would be shorter than what is stuff that is. Because, you know, we're speaking with two tongues. Jazakumullah khair, barakallah. How long that took? 1 hour? More? Sorry. Very passionate talk. I think now you don't have time to question. You answered all the questions. I'm sure. Okay, I hope. Osama has a question. No, I Jazakum Allah khair. I have a question. So that was so we had, after Adam alayhi salam, and after, so beginning from Adam alayhi salam till Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, till this time, we had 300 prophets, rasuls, and then messengers, and then 120,000 nabi, right? The other people. This is what they say. According. Yeah. But we have only 39 people mentioned in the Holy Quran, yeah, right? Mm-hmm. Only 39 people of those, all list of them. Yeah. So can we believe that some of those people, those are not mentioned in the Quran, might be sent to other parts of the world, for example to the United States here, before to the American Indian? Like, there are good things in every nation, right? Yes. Good things in every nation. So these people might have kept some portion of those things, but lost the whole thing. Mm. So can we believe that the messenger was sent to these people? No. What we said, that we believe in general, right, that God sent a messenger in every human community. Right. What you have of the heritage in your community, which talk about nice thing, it could be, right, it could be traced to a prophet that was sent by God. But we cannot say by name. You can't believe that. You see? Like, we cannot, but no. It is like kind of, we think that it might be, right? But we cannot say that so and so is a prophet. Differentiate which is which. Yeah. Right, yeah. We cannot just say that he's, like some people, that some say, they say, for example, Buddha or these people, right, maybe they were prophet, and then yeah, we said we cannot say this. We believe in what was mentioned by name in the Quran or the authentic Sunnah of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Others, we just stop. Okay? We don't say that they are prophet. Okay? We say Allahu A'lam. Only Allah knows best. So we cannot accept and we cannot deny it. No, yeah, we cannot. Yeah, we just leave it. Yeah. And, but as we said, oh, it could be because Allah sent prophet in everywhere. جزاكم الله خيرا بارك الله فيك الله يحفظك ما شاء الله فيها متابعين هنا كان thank you so very much مع السلامة بارك الله السلام عليكم السلام عليكم